الو. الو. ايوه. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. تمام. عايز اقول لحضرتك ان انا بحبك جدا جدا جدا. ربنا يخليكي، دي حاجه تفرحني جدا 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 جدا. ربنا يخلي حضرتك يا رب. طيب اتعرف بيكي؟ ممكن بلاش الاسم؟ بلاش الاسم. كام سنه؟ 23. طيب احكي لي تحت امرك. بص حضرتك انا كنت بص انا مخطوبه. تمام. خطيبي كنت عارفاه قبل الخطوبة. المهم اتخطبنا بقالنا سنتين. السنتين خيانة. ومع نفس الشخص. يعني مصاحب واحدة عليكي بمعنى اصح كده. هو كان يعرفها قبل ما يخطبني وبرضه فضل ما زال يعرفها. هل في بينهم علاقة يعني؟ هو بيقول في. عين في. المهم كان كل مرة ألاقي نفس الشخص هو اللي بيكلمها. فأقول له أنت بتحبها؟ يقول لي لأ بس دي أنا عارفها. يعني إيه عارفها؟ عارفها معرفة قديمة بقى. أيوه يعني إيه علاقته بيها؟ يعني أنت بتحبها؟ لأ. طب إيه علاقتك بيها؟ بيقول لي إحنا أنا عارفها ودي اللي هعمله معاها عمري ما هعمله معاها. إيه بقى اللي بيعمله معاها؟ نعم؟ ايه اللي بيعمله معاها؟ بين معلق. المهم قاعده يقول لي ايه لا مش هتروحي مش هتيجي مفيش نزول ما تكلميش ده ما تلبسيش كذا. وبقول له حاضر تمام. دلوقتي بقى اضطرني مفيش بس مفيش اهتمام خالص ما بينا. يعني كلمة بحبك دي مش بتيجي غير كل فين وفين. وحشتني دي غير كل فين وفين. بس هو وصلني لدرجة إن أنا أكلم حد عليه. وأنت كلمتي حد عليه؟ أه. وهو عارف؟ لا هو مش عارف. والحد اللي بتكلميه عليه ده بتكلميه انتقام ولا بتكلميه إيه؟ بص أنا دايما بقول أنا هكلم انتقام. بس دلوقتي الحد اللي بكلمه ده مرتاحة معاه جدا. يعني اللي ما كنتش لاقيه مع خطيبي لقيته مع الشخص ده. حلو. الشخص ده عارف انك مخطوبه؟ لا مش عارف ان انا مخطوبه. طب ولو عارف انك مخطوبه؟ هو كان عارف ان انا مخطوبه وحصل ما بيننا مشاكل وعارف ان انا سبتها. لكن هو حاليا مش عارف ان انا مخطوبه وعاوز يجيب اهله ويجي. انا بقى عايز اعرف ان انا بعمله ده غلط ولا صح. بقيت انزل من وراه البس اعمل اللي انا عايزاه من وراه كل حاجه بعملها من وراه. ما انا عشان كده دايما بقول ايه ما نبقاش عنتر ما تعملش فيها عنتر. بقول له ما تعملش فيها في السيد عشان انا عايز اعمل حاجه هعملها من وراه. علشان بتبقى انت فاكر ان انت متخيل كده ان انت صح وانت في الاخر اللي بتلبس. طيب انا عايز اقول لك حاجه. تعالي نقول الاول ايه الصح وايه الغلط. ممكن تقولها لحضرتك تاني؟ تعالي نقول ايه الاول ايه الصح وايه الغلط. اوكي؟ اوكي. الصح ان العلاقة العاطفية ما بينك وبين خطيبك تكون مبنية على الاحترام والمودة وتكون مبنية على الوفاء ان يكون انسان عنده اخلاص ليكي وعنده وفاء ليكي ما بيخونكيش. تمام. اوكي؟ والصح انك لما تكتشفي ان خطيبك بيخونك تنهي العلاقة. انت اخطأتي خطأ فادح اللي هو انك عرفتي ان هو بيخونك وقعدتي تسألي بتحب فيها ايه طب هي فيها ايه وقعدتي ساكتة ومستحملة خيانة انسان ليكي بدون سبب. فبالتالي طبعا انت اصبحتي بالنسبة له بلا قيمة. ليه؟ لان هو اساسا شايفك ولا حاجة. واحدة عارفة ان انا بخونها وساكتة دي سوري في الكلمة شبشب في رجلي مطرح ما اقلعه في اي حته هيقعد. الشبشب اتضايق فاضطر يعمل ايه؟ حب ينتقم فدخلتي في علاقه فده غلط في حد ذاته. فالعلاقه اللي دخلتي فيها دي انت كمان حاسه فيها سعاده فكدبتي على خطيبك وكدبتي على اللي داخله مع العلاقه وما قلتلوش انك مخطوبه فالعلاقه غلط. لما يكتشف انك مخطوبه وبتكلميه وانت مخطوبه وكدبتي عليه مش هيثق فيكي. ولو خطيبك اكتشف انك بتعرفي واحد تاني هيقول عليكي انسانه مش كويسه وماشيه في الغلط. يبقى ايه؟ لان هو عارف ان هو ماشي في الغلط فهيفتكرك زي اللي هو ماشي معاه في الغلط انت ماشيه في الغلط. فانت داخله في ديلمه غلط في غلط. الموضوع ده يتصلح ازاي؟ يعني
مبدئيا مبدئيا تسيبي خطيبك. لانه مش هينفع اساسا ترتبطي بانسان بيخونك وبجح وكلح وبيقولك في وشك اه دي اللي هاخده منها مش عارف اخده منك. ده لازم تسكيه على قفاه وتقولي له روح عند ست والدتك ما تلزمنيش خالص وبقلب. ابوس رجلك ابوس ايدك ابوس ودنك ما ينفعش. خلصنا لانه هيرجع يخونك تاني. خلصنا. فهماني؟ ياكل قلم يفوقه وتبقى انت كمان سبتيه بنفسك فانت راضية عن نفسك وانت سايباه. تاني حاجة الانسان اللي انت مرتبطة بيه ده تقولي له بصراحة انا ما كنتش فكيت خطبتي بس انا ما كنتش عايز اكمل مع خطيبي. هو هنا ليه الحق يكمل معاكي او ما يكملش معاكي لانه ممكن يقولك لا انت عرفتيني على خطيبك ممكن تعرف في حد تاني عليا واحنا متجوزين فممكن ما يثقش فيكي. بس لازم تكوني أمينة معاه. لو مشي هو راخر وراح في اتجاه تاني وبقيتي عنه وبقيتي من غير أي حد جميل اتعلمت الدرس. لما تخشي بقى بعد كده ترتبطي بإنسان تاني يبقى لا هتقبلي حد يخونك ولا هتقبلي حد يتحكم فيكي تحكم غبي ولا هتقبلي حد يهينك. أوكي هتعيشي حياة كريمة من البداية. من البداية ما بني على باطل فهو باطل. انت بنيتي علاقة خطوبتك على باطل والباطل دخل في باطل والباطل مكمل في باطل والدنيا كلها بطلت.